السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في ثاني حلقه من برنامجكم. اسم البرنامج في هذه الحلقه هذه غادي نهضروا لكم على الراب. كلشي كيعرف الراب ولكن قليل اللي كيعرف منين جا هذا الراب هذا، وشكون اللي بدا هذا الراب، وكيفاش داز من الايست كوست للويست كوست وبزاف ديال الحوايج. بغيتي تعرف شنو هو الراب؟ الراب هو اهم عنصر في ثقافة الهيب هوب، وخا في الاصل الراب كان قبل من الهيب هوب. الراب هو كلمة فيها ثلاثة ديال الحروف R-A-P اللي كتعني Rhythm and Poetry، يعني ايقاع وقصيدة. موسيقى ديال الراب كتعتمد على القافية، والقافية هي الريتم ديال الكلمة الاخرى اللي في السطر، واغلبية كتكون جوج ديال الحروف الاخرين. والراب ماشي ضروري خاص يكون صوتك زوين باش ديره، وماشي ضروري خاص تكون عندك الموسيقى باش ترابي، حيت في الاول بدا كفري ستايل، كانت القوه ديال الرساله هي اللي كتهم اكثر. الراب ما بداش في ميريكان، الراب انتشر في ميريكان على يد الافارقه اللي هاجروا لامريكا في السبعينات. هذه اللي غادي تجيكم شويه في شكل. قبل ما يتم الاكتشاف ديال امريكا، كانوا الافارقه في القبائل ديالهم تعاودوا قصص بالقافيه فوق الايقاع ديال الطبول. شويه في الاواخر ديال الستينات بانوا واحد الجروبات اللي تيديروا نفس البلان اللي كيديروا الافارقه في كينغستون في جامايكا. واخا هو راب داكشي اللي كانوا كيديروا، ولكن هما كانوا تيسميوه تشوستين. ندوزو دابا للسبعينات. السبعينات ديك الساعه جامايكا كان فيها دي جيين، كانوا كيشدوا اكثر من جوج ديال لي فينيل، يعني هما دوك السديات اللي اغلبيه تيكونوا كحلين كبار عقلتو عليهم وقيله، تيبقاو يميكسيو هاد الديسك مع هاد الديسك حتى كيخرجوا شي حاجه اللي هي جديده. ومن ثم واحد دي جي اللي سميتو كول هيرك هاجر من كينغستون لامريكا، ودا معاه بزاف ديال الجامايكيين، ومن ثم دخل لهم دي جيين للبرونكس نيويورك. ومن ثم اش ولا تيدير هاد كول هيرك؟ ولا تيخدم جوج ديال لي فينيل وتيخدم غير البلاصه اللي فيها الموسيقى، وحده هنا وحده هنا، كتسكت الموسيقى هنايا كيعاود يخدمها هنا. هادشي علاش؟ باش يولي عنده اطول انسترو، حيت ديك الساعه ما كانش عنده القدره انه يكومبوزي انسترو ديال الراب، باش يبقى عنده الانسترو لاطول مده. كتسكت هنا كتخدم هنا، يعني الانسترو كيبقى عنده طويل. هاد كول هير كان تنظم حفلات في الاحياء ديال نيويورك، ولكن في الحفلات ديالو كان ديما تيكون معاه ام سي. هاد ام سي اللي بزاف الناس واقيلا ما عارفينهاش، ام سي هي اللي كتعني ماستر اوف سيريموني، سيد الحفله، يعني الصات اللي كيسخن الطرح وكيزهي داك. هاد الام سي كان سميتو كوك لاروك. هاد كوك لاروك بقوت ما بقاش يلوح الكليمات داكشي ديال بوتو هانز اب، المهم راكم عارفين داك البلانات. حتى واحد النهار صدق كاتب شي سطوره وغناهم مع الدي جي في نفس ديك الحفله، اللي خلاه من ام سي يولي رابور. دي جي كول هيرك مني بان ليه داكشي خدام مزيان والحفله كيدخلوا لها الناس وعاجبهم الحال، قال اش غندير، غادي نعيط لشي دراري باش يشطحوا باش يزهيوا لي لاسين، وكان تيسميهم بريك بوي ولا بي بوي. ومن ثم داك الرقص ولا كيتطور حتى بان في الاعلام، ولاو مسمينه البريك دانس. غادي تسولوني ايوا والغرافيتي اش دخل في ثقافه الهيب هوب؟ ديك الوقيته اللي كانت كتكون فيها الحفله خدامه والناس ناشطين، كان واحد السيد ديك الساعه ديما كيكشف في الحيوطه وكيرسم فيهم. الناس اللي تما كانوا كيتفرجوا في داك الدي جي وداك السهره عجبهم هذاك الشيء اللي كيدير داك الصاب، حيت ديك الوقيته ما كانش الرسم على الحيوطه وما كانش الغرافيتي ديك الساعه، كان الناس اللي كيرسموا كانوا كيرسموا على الوراقي صافي وكيديرهم في طابلوات. غادي ندوزو دابا للثمانينات واللي هي اهم حقبه في الهيب هوب والراب اللي غادي تعطيه القيمه ديالو. فمن بعد ما الراب كان غير زهو والنشاط والحياه السعيده، ما كانوش تيقولوا شي كلمات اللي هي مهمه. خرج لهم واحد الرابور اللي سميتو ميلي ميل، اللي كان عضو من الفرقه جراند ماستر فلاش، اللي خرج لهم واحد التراك اللي سماه ذا ميسج، الرساله، سنه 1982، واللي كان اول تراك ديال الراب في ديك الساعه اللي كيناقش قضايا اجتماعيه. في هذه اللحظه تانسبيرو منه بزاف ديال الناس، وخرجوا بزاف ديال الروابط ولقاو طريقه زوينه وذكيه باش يخرجوا داكشي اللي دارهم.
بحال وان دي ام سي، راكيم، كول جي، بيك دادي. ومن ثم ولا الراب معروف بفن الرساله، حيت اي راب في ديك الوقيته كان تيرابي الا باش يوصل ميساج، وهذا الشيء اللي ما بقيناش كنشوفوه في هذا العصر هذا. ومن ثم الراب ولا غادي كيتطور من واحد لواحد، حتى لواحد لقيته ملي كثروا الروابا ولاو تيتلاقا وكيديروا لي باتل ديال الراب، يعني كيديروا لي فريستايل واحد قدام واحد والموسيقى خدامه وكيبقاو يتكلاشاو بيناتهم. واكثريه ما كتبقاش غير في الراب، في الاخر كتنوض بيناتهم صباط وتقاتيل وكروشيات وكيوليو حسابات بيناتهم. هادشي كامل اللي عاودت لكم دابا طاري غير في نيويورك، يعني الشرق ديال امريكا، الايست كوست. اما من ناحيه ديال الويست كوست اللي هو الغرب ديال امريكا، فكان ايس تي هو اول واحد غادي رابي وغادي يخرج تراك بسميت كلودست راب، اللي حتى هو تبعوه بزاف ديال الناس، حيت الناس ديال الغرب كانوا كيعانيوا اكثر من الناس ديال الشرق في ديك الوقيته. نرجعوا للدي جي كول هيرب اللي هو الاب ديال الهيب هوب. واش فراسكم باللي كاينه الام ديال الهيب هوب واللي هي سيلفيا روبنسون؟ من اهم هاد الروابا اللي ولاو كوميرسيال في ديك الوقيته عندك كول جي، بيستي بوي، بابليك انمي. ندوزو دابا للتسعينات اللي هي الجينيراسيون ديالنا، مازال في 1990 واللي هي العصر الذهبي ديال الراب. هنا فين الراب غادي يتبدل ديال بصح وما غاديش يبقى داك الراب العادي، وهنا غادي يبداو يتخلقوا بزاف ديال الستيلات في الراب. تخيل معايا نيويورك كيحطوا الستيلات ديالهم، وكاليفورنيا تيحطوا الستيلات ديالهم، لوس انجلوس حتى هما في ديك الوقيته بانوا اساطير ديال الراب. وهذيك هي الوقيته اللي كانوا ناضوا فيها صداعات خطيرين ما بين الايست كوست والويست كوست، وطراو كلاشات وصداعات والمشاكل، وماتوا بزاف ديال الروابا اللي منهم توباك وبيجي. اذا انت هنا كتسالي الحلقه ديالنا، وهنا كنستنتجوا ان ثقافة الهيب هوب جمع الراب والبريك دانس والجرافيتي والدي جي. وعندي لكم سؤال، شكون هما الروابا اللي في الساحة الفنية المغربية اللي كيستاهلوا اسم رابور؟ كومونتيو، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش حتى هما يستافدوا ويعرفوا منين جا هذا الراب هذا. وما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا باش يوصلكم كاع الجديد. تشوف عليكم، وي ار.